طيب عندنا تقرير كده عن معهد تكنولوجيا المعلومات. على فكرة المعهد ده من الأماكن المحترمة جدا في مصر، وده تابع لوزارة الاتصالات. المعهد ده نظم ملتقى لمبرمجة أصدقاء التطبيقات المحمول اللي هو الموبايل. هم عاملين على فكرة، أنا رحت هناك وشفت قبل كده، عاملين هم كذا أبليكيشن موجود، في أبليكيشنز مصرية موجودة، حاجات والله عالمية. يا ريت الناس دي تفضل شغالة زي ما هي. الناس دي اللي بيشتغل هناك بيشتغل بدون واسطة، بيشتغل بكفاءة، بيخرج من المعهد ده بيتخطف في شركات عالمية، بشركات تانية بتاخد كده بالدفعات كاملة. يعني حاجة بصراحة قمة قمة في الاحترام. وانت جوه في المعهد بتدرس بتاخد فلوس اصلا، يعني 1500 جنيه في الشهر، حاجة مش نموذج مش مصري ابدا. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده. بمشاركة أكثر من 1800 محترف ومطور بعالم تكنولوجيا المعلومات، وبحضور كوكبة من أبرز المهتمين بتطبيقات المحمول من المتخصصين من كبرى الشركات العالمية، عقد معهد تكنولوجيا المعلومات دورته الرابعة من فعاليات الملتقى السنوي الرابع للبرمجيين ومطوري تطبيقات المحمول، بهدف تحقيق التواصل مع جميع الأطراف التكنولوجية الداعمة لهذه الصناعة الحيوية. احنا عندنا فرص على مستوى العالم بتقول ان في فجوة كبيرة جدا في المهارات المطلوبة في قطاعات كتيرة جدا اساسها تكنولوجيا المعلومات. بطبيعة دورنا احنا قايمين على اعداد كوادر بشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. بنقوم ده بآليات مختلفة، تدريب مباشر وتدريب اونلاين وفعاليات مؤتمر زي اللي حضرتك شايفاها النهاردة. يمكن السنة دي ده السابع في إطار خطة السنة دي، ومهم جدا ان هي تركيز هذه المؤتمرات والملتقيات على مجموعة محددة وموجهة من التكنولوجيات. هو إيفنت سنوي بيحصل كل سنة في شهر 4 لمدة 3 أيام، خميس جمعة سبت في نهاية الأسبوع. بنهدف من خلاله ان احنا بنقدم اخر التطورات اللي بتحصل في مجال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا، تكنولوجيا ديفايسز المحمولة زي الموبايل ديفايسز او التليفون او الساعة الذكية وما الى ذلك. عندنا العديد من الديفايسز مقدمة من الرعاة، بالاضافة لفرصة انكيوبيشن او حضانات لل يعني الناس تقدر تعمل ستارت اب للابلكيشن بتاعها او للشركه بتاعتها. اخترعت 4 ابلكيشنز، واحد اسمه يا فيديوهاتك فيديو داونلودر، والتاني اسمه وات هابنز زي الواتساب كده، والتالت اسمه ابحث زي الجوجل جوجل سيرش، والرابع اسمه سوشيال ميديا بوك للتصفح. يعني هي فيديوهاتك ممكن يفيد المواطنين مثلا ان هم ينزلوا فيديوهات من اي حته، والسوشيال ميديا ممكن يفيد المواطنين ان هم يعرفوا الاخبار، وابحث سيرش يعملوا سيرش على اي حاجه. جايين ان شاء الله نستفاد من الحاجات اللي هتتقال النهارده، لان هنتكلموا عن مجال السيستم سكيورتي بشكل عام، وهيتكلموا عن الموبايل ديفلوبمنت وازاي ان احنا قدرنا ازاي اليوزرز بيزيدوا في الوقت الحالي، وده الحاجه دوت المجال بتاعنا، فعايزين نستفيد منه اكتر. يعني كل واحد بيجي عايز يدور على معلومات زياده، يعرف ايه اللي جاي وبعدين كده. بالنسبه لروح المنافسه اللي فيه، ان كل تيم بيبقى داخل مثلا بابلكيشن معين، بيبداوا ان هم الشغل الجماعي ما بينهم بيبقى بيعرفنا على سوق العمل بيبقى عامل ازاي بعد كده، ان انت بتمشي على السايكل بتاعه البروجكت ككل. بالنسبة لديفلوبينج مثلا كابليكيشن، من ساعة ما بنبدأ كدياجرامز وزي بلو برينتس للابليكيشن لحد ما بنخلصه بنعمل له تيستينج وان هو يبقى جاهز ان هو ينزل للسوق. مصر تمتلك ثروة هائلة من المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن نحن بحاجة الى تدريب هؤلاء الكوادر لتطوير التكنولوجيا في مصر. مروة علاء، صباحك عندنا، قناة المحور. شكرا يا مروة جدا 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 على هذا التقرير الجميل من الـ ITI.